الله أكبر، درع البلد، حي البحار. تمشيط المنازل التي كانت تحتلها عصابات الأسد في حي البحار، حيث تقدم الجيش الحر في هذا الحي وقاموا بتحرير هذه المنازل من رشة العصابات الأسدية في درع البلد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا المنزل كانت تحتله عصابات الأسد في درع البلد وتم تطهيره تطهير كامل، حيث تقوم الآن أبطال الجيش الحر بتمشيط هذا المنزل بعد تحريره. الله أكبر، انظروا لحجم الدمار الذي صنفته والتخريب بالممتلكات والانتقام من الأهالي. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا شباب، يا شباب، حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن الآن بالقرب من جامع المنصور، هذا هو جامع المنصور في حي البحار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.